ثم جاء بالباب الخامس، وهذا آخر باب في هذا القسم، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا جاء به؟ سبحان الله، أنا أكرر، نعم أوقف، لماذا جاء بباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله؟ لأن من تحقيق التوحيد، المحقق حقا للتوحيد لابد أن يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذا جاء بهذا الباب والله أعلم لسببين. الأول، أراد أن يبين لك أن المحقق حقا للتوحيد لابد أن يدعو للتوحيد. أسمع يا شيخ معاذ، بعض الناس يقيم في بلاد الكفر، والله وأنت تعرف هذا أكثر مني، يقول لم يخطر على بالي يوما من الأيام أن أتكلم مع كافر أقول له الإسلام دين حق ولا أعطي كتاب، صح؟ وهو هيأ الله سبحانه وتعالى له فرصة الدعوة إلى الله، والله صدق. لكن لو تسأل، اسمحوا لي في هذه الكلمة، بعض الطلاب، بعض المشايخ يقول أنا أسأل الطلاب، أسأل الحجاج عندما يرجعوا من الحج، يرجعوا من ماذا؟ من الحج، عندما يرجعوا أقول أسأل الحجاج، ذهبتم مكة المدينة؟ نعم طبعا. حج، التقيتم بالطلاب؟ قال نعم. ماذا صنعوا معكم؟ علموكم؟ قالوا لا. قال إذا ما المناسبة في لقاء الطلاب؟ قال يبيع علينا الهدي والفنادق. صحيح، لا مانع أن الطالب يبيع ويشتري، لا إشكال، لكن الإشكال، كل الإشكال أن يأتي هذا هنا، صح، وأنت تعرض عليه التجارة، وأعظم تجارة مع الله لا تعلم ولا ترشد، أقل شيء خذه إلى درس الشيخ عبد المحسن العباد، صدق والله، خذه إلى الإفتاء، خذه، تعال تأخذ كتب، عندنا كتب مهمة رائد تستطيع تأخذها، احذر من البدع، الزيارات الشرعية في المدينة، عندنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لابد تشد الرحل لزيارة المسجد النبوي، ولا يمكن أن تشد الرحل إلى دعوة إلى الله، تفتي لا، تتفلسف لا، تخرج عن النص لا، لكن ادعو إلى الله يا أخي، خذ رسالة اعطيها للكافر، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذا أراد أن يبين أن المحقق حقا للتوحيد لابد يدعو إلى التوحيد كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد بهذا الباب أن يرد على من يقول أنه أول ما يدعى إليه الصلاة، قال لا، حتى ممن دعوا قبل هذا، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب لديهم كتب منزلة من السماء، لديهم حجج، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع غير المسلمين، مناظرة لا، قال ناظرهم لا، بين أخطاءهم لا، بين ما عليه النصارى واليهود لا، قال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أن يوحد الله، مفهوم؟ إذا جاء بهذا الباب لسببين، أراد أن يرد على من يقول أن أول ما يدعى عليه الصلاة، وأراد أن يبين أن المحقق حقا للتوحيد لابد يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله. خمس أبواب بعيد، الباب الأول وجوب التوحيد، وجب عليك التوحيد، لابد يذكر لك فضل التوحيد حتى تشتاق، اترك الدفتر، تشوقت، يريد منك أن تحقق التوحيد، حققت التوحيد، من تحقيق التوحيد لابد تخاف من ضد من الشرك، وإذا حققت التوحيد وخفت من ضد لابد تدعو إليه، لأن من تحقيق التوحيد الدعوة إليه، ورد على بعض الفرق الضالة الذين قالوا أنه أول ما يدعى إليه الصلاة، لا، أول ما يدعى إليه التوحيد.